في هذه الحلقة سنرحل بكم إلى منطقة أكشور. حيث الربيع المتجدد على مدار السنة. وحيث أنشودة الماء المتدفق في إيقاع رتيب يأسر الأسماع والعيون. أكشور الواقعة في أكناف مدينة ششاون، تحضنك أفياؤها الندية ويسحرك عبير هوائها، فتستشعر فيها قدرة الخالق وبديع صنعه وجلال نعمائه. أكشور مقطوعة رائعة من سمفونية خالدة، ألا وهي المغرب.